دقائق قبل كل مرفع عينها تشوف خمس دقائق مرت. كرة تصل الآن بمحاولة تأتي كرة الآن هنا لمصلحة المنتخب السعودي أمامية ملعوبة لمصلحة الأخضر. يابان يخرج خاليا من البطولة. كرة لمهند. أوه وسام رزقي يسجل في شباكه بطريق الخطأ. وسام رزق سجل في شباكه بطريق الخطأ. يا الله يا الله يا الله. شوف الكرة الماضية. لا والله حامد شامي. لا والله حامد شامي في كرة يضعها في شباكه بالخطأ. حامد يهدي الأخضر السعودي التأهل إلى الدور القادم. إلى الآن المنتخب السعودي يسجل بأقدام المنتخب القطري.